خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق في النادي الاهلي، يطمن بقى على عوده فرقتنا للتدريب مره تانية، ونشوف اخبار السكواد ونطمن على جاهزيه لاعبتنا. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولضيفك الكريم كابتن احمد عادل وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني عايز طبعا احنا بنشوف معاك دلوقتي لقطات على الهواء من تمرينة النهارده، تطمننا على عوده الفريق للتدريبات وتطمننا على جاهزيه السكواد وفرص الاسماء الغايبه عموما، سواء الاسماء اللي غابت عن مباراه سيمبا لاسباب مختلفه او حتى المصابين اللي طالت فتره غيابهم، مين منهم ممكن يكون حاضر او جاهز لمباراه الثلاث ان شاء الله. يعني في البدايه يا احمد يمكن التدريب يعني بدا في تمام السادسه، ولكن طبعا بدا الاول بمحاضره فنيه للجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر، اللي طبعا يعني يمكن اعرض بقى على اللاعبين مباراه سيمبا، مباراه الذهاب، وابرز يعني الحاجات الايجابيه او السلبيه اللي اللاعبين ادوها خلال المباراه، وده كان بدايه المران. وبعد كده نزل اللاعبين للملعب وبدايه المران ببعض الفقرات البدنيه، ومن بعدها حالا دلوقتي وانا معاك على الهواء يمكن بدات فقرات التدريبات بالكره، واللي هيختتم باذن الله بتقسيمه. حابب اطمنك واطمن كل جمهور النادي الاهلي يمكن بعد فتره كبيره جدا من الغياب محمود متولي في التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي، اعتقد عوده من العودات المهمه جدا لواحد من اللاعبين الممتازين جدا في مركزه في خط الظهر محمد عبد المنعم. الحمد لله رب العالمين، قبل بدء المباراه المران مباشره عمل اختبار طبي كده مع دكتور احمد جبله المدير رئيس الجهاز الطبي لفريق النادي الاهلي، والحمد لله يمكن اجتاز الاختبار بنجاح وموجود هو الاخر في التدريبات الجماعيه. امام عاشور بالطبع كان موجود من قبل مباراه الذهاب، ولكن طبعا يعني عدم مشاركته في المباراه كان لرؤيه فنيه مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ولكن الحمد لله موجود في التدريبات. كل اللاعبين الحمد لله اللي لعبوا المباراه الاولى موجودين بشكل عادي جدا في التدريبات، الغيابين بس الوحيدين عن التدريبات كان لعمرو السوليه اللي يعني بيستكمل برنامجه التاهيلي بشكل اكثر من رائع. كريم فؤاد كمان اطمنا عليه يمكن اجرى اشعه جديده، والحمد لله في تقدم في حالته، قريبا ان شاء الله الاثنين هيبقوا في التدريبات الجماعيه. مودست بقى اكيد هتسالنا عنه، يمكن يا احمد مودست كان عنده نزله برد شديده شويه غاب عن بسببها عن مران الفريق الايام الماضيه، ولكن النهارده موجود. ولكن طبعا دكتور احمد جاب الله فضل انه يخوض فقرات تاهيليه وعلاجيه الاول قبل ما ينضم للتدريبات الجماعيه، بحيث يكون مؤهل بدنيا انه يشارك مع باقي زملائه. باستثناء كده الحمد لله الامور كلها طيبه واكثر من رائعه، ان شاء الله تبقى فقط توفيق ربنا وباذن الله نقدم مباراه كبيره نحقق الفوز والعبور ان شاء الله للدور نصف النهائي باذن الله. كمان بكره يا احمد هيبقى يوم حافل لفريق النادي الاهلي، يمكن التدريب باذن الله تجمع اللاعبين هيكون الساعه 5، التدريب 6، التدريب يمكن بكره مفتوح اول ربع ساعه لكافه وسائل الاعلام طبعا للتدريب اللي يسبق المباراه على طول. ان شاء الله كمان هيبقى فيه بكره مؤتمر صحفي هيشارك فيه مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق وكابتن محمد الشناوي كابتن الفريق للحديث عن مباراه العوده باذن الله رب العالمين. من بعدها على طول الفريق هيتحرك لاحد الفنادق القريبه جدا من استاد القاهره اللي بيبيت فيها ليله المباراه، وباذن الله التوفيق يكون معاهم وباذن الله فوز غالي وخطوه جديده ان شاء الله في بطوله جديده ان شاء الله يقلل مجهود لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني بالفوز بيها، وباذن الله النادي الاهلي يكون بطل النسخه الاولى من دوري الافريقي لكره القدم باذن الله رب العالمين. نعدي سيمبا بس ونجهز ان شاء الله لمواجهه منتظره قدام سان داونز، وبعدها يبقى لينا كلام تاني. بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز محمد توفيق. دي كانت اخبار تمرين الاهلي، والحمد لله اطمنا على جاهزيه كل اللاعبين باستثناء السوليه اللي يعني طول غيابه، ونتمنى له ان شاء الله المهم يكون يرجع سليم وعافى ويبقى جاهز للمشاركه، واحد من اهم اللعيبه في النادي الاهلي.